هذه تشكيلة عقدة العزم على العودة بالنقاط الثلاث إلى الديار من أجل ضمان مقعد في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 وأمام منتخب طوغولي مدعوم بجماهيره الغفيرة. لم يتأخر أبناء المدرب جمال بلماضي كثيرا ليباشروا بالتهديد عبر المتألق يوسف بليلي بعدما راوغ ومرر كرة كادت تأتي بأول أهداف الخطر. ما عجز عنه في غولي جسده محرز الذي باغت الحارس بهذه الطريقة معطيا التقدم لمنتخب بلادها. ضغط الجزائريين تواصل ودفاع الطوغو تعطل أمام هذه الهجمة الخاطفة العطال الذي انطلق وتوغل من وسط الميدان معززا تقدم الضيوف بهدف رائع وسط فرحة عارمة. الثنائية سرعان ما تحولت إلى ثلاثية ونجم المانسيتي عاد ليضيف هدفا ثالثا من تسديدة قوية. أول ظهور حقيقي لأصحاب الأرض جاء عبر القائد أديبايور، لكن النتيجة ظلت على حالها في الشوط الأول سيطر فيه الخضر بالطول والعرض. المدافع بن سبعيني الذي بدا متأثرا بإصابة ترك مكانه لأيوب عبد اللوي، وهجوم الخضر واصل الضغط بحثا عن المزيد الذي كاد يأتي عبر القناص بغداد بنجاح. الدقيقة 55 جاءت بأول أهداف الطوغو عبر كوجو لابا بهذه الرأسية. كلود دوروا لم يتوقف عن تحفيز لاعبيه، لكن الرد جاء قاسيا. بنجاح ومن عمل فردي رائع أكد تفوق الجزائر بهدف رابع. فوز وثلاث نقاط جعلت رجال المدرب بالماضي يعودون إلى الديار بورقة التأهل إلى كان 2019. حقق